أول مرحلة من مراحل إقرار قانون الموازنة انتهت بانتهاء البرلمان من قراءته قراءة أولى. وفي الحديث عن مجمل التغييرات التي من الممكن أن يشهدها القانون، فإن أكثر من 100 نائب وقعوا وحصلوا على موافقة رئيس مجلس النواب بالإعازة إلى اللجنة المالية، بإضافة قرار 315، وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة في الموازنة. كما سبق خطوة القراءة اجتماع للجنة المالية حددت فيه جملة من النقاط الأساسية في فقرات القانون، أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات، مع الأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية. وهناك تحركات أيضا لتعديل 17 نقطة، بينها رفع قيمة الضرائب على بعض المواد المستوردة التي من شأنها أن تغني عن فرض ضرائب على دخول الموظفين، التي من المفترض أن تصرف لشهر كانون الثاني الحالي من دون أي استقطاع لحين تمرير مشروع القانون، وذلك بطريقة صرف نسبة 1/12، وأي تأخير في الصرف تتحمله الحكومة المخولة باعتماد هذا النظام بحسب البرلمان. وفي حال إقرار الاستقطاعات سواء بشكلها الحالي أو بعد تخفيضها بإرادة برلمانية، فإنها ستكون بأثر رجعي من أشهر 2021. يأتي ذلك على الرغم من توجيه وزارة المالية إلى دائرة المحاسبة باستقطاع ضريبة الدخل من قوائم صرفيات رواتب كل دائرة وتحويلها إلى حساب الهيئة العامة للضرائب لغرض قيدها إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة. سلا البياتي، العراقية الإخبارية.